التحق بنا المحلل السياسي الدكتور علي الخشيبان. مرحبا بك دكتور علي. دكتور، ما مدى خطورة هذا التشريع على دول المنطقة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أنه يعني يجب أن ننظر إلى القضية من منظور مهم جدا، وهو أن مثل هذا القانون يعتبر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تدخل يعني كبير جدا في سيادة الدول، وقد يكون مبني بعض الأحيان وفي أحيان كثيرة على اتهامات وعلى مجرد أدلة غير واقعية لإدانة دول معينة أو دولة معينة وتحميلها مسؤولية ليست لها علاقة فيها. ولذلك يعني بيان مجلس التعاون هو يحذر من مغبة أن يتجه أو تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى سن مثل هذا القانون الذي سيعتبر بطريقة مباشرة تدخلا في الدول، وأيضا إخلالا بموازين القوى في العالم، وسيعتبر سابقة خطيرة قد تفتح المجال بأن كل دولة قوية تريد أن تمارس ضغطا على دول أخرى أو جماعات أخرى تسن مثل هذه القوانين وتفتح الأبواب لمحاكمات ولمطالبات في واقعها في شكلها الخارجي قانوني، ولكن في واقعها الحقيقي ليست قانونية. أعتقد أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تعي أنها يعني ممكن بمثل هذا القانون أن تربك هيكلة العالم بكامله وتخل بالنظام الأمني وخاصة في الجانب الأمني والاقتصادي. نعم، ما المقصود من سن هذا القانون في هذا التوقيت؟ باختصار لو تكلمت. أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا زالت تمارس ضغوطا على دول المنطقة من أجل قبول بعض الاتجاهات التي تريد الولايات المتحدة أن تسنها، وخاصة في قضية علاقة الولايات المتحدة بإيران وتدخل إيران في شؤون المنطقة وكذلك في القضية السورية. فلذلك يعني هذا القانون له توقيته ومقصود هذا التوقيت في مثل هذا الزمان. نعم، المحلل السياسي دكتور علي الخشيبان، شكرا جزيلا لك.